طرحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مؤخرا 3 أراض لتنفيذ 771 وحدة وشقة سكنية ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص لنظام المزايدات في منصة استثمار الأراضي الحكومية. ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة المهندس أحمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني. سيد الخياط، بداية نرحب بك، وبلا شك جهود تشكرون عليها في الهيئة. نود منكم باختصار إطلاعنا على أبرز جهود الهيئة في برنامج تطوير الأراضي الحكومية. شكرا أخي العزيز على إتاحة الفرصة والاستضافة. طبعا في البداية أود أن أوضح بأن برنامج الأراضي الحكومية هو أحد أهم المشاريع اللي تعمل عليها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأيضا تدعمها الحكومة المقرة. وهذا الأمر أخي العزيز هو ما يعكس الاهتمام بتوفير السكن الملائم للمواطنين، وأيضا يبين الحرص على استمرار المسيرة التنموية والإنجازات الحضارية اللي تشهدها مملكتنا الغالية في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. طبعا من جانبها تقوم الهيئة طول العمر بدعم توجهات الحكومة الرامية إلى استقطاب استثمارات للبنية التحتية، والعمل على أيضا تشجيع ودعم القطاع الخاص وهو المحرك الرئيسي بكل أمانة للمساهمة في تطوير مشاريع البنية التحتية كشريك مثل ما قلت أساسي في التنمية. نعم. إلى جانب أيضا التنسيق وتنسيق العمل المشترك مع الجهات الحكومية الأخرى لمواكبة التطور العمراني والإسكاني والاستثماري بشكل متكامل وضمان استدامته. طبعا فيما يتعلق بدور الهيئة أيضا في برنامج تطوير الأراضي الحكومية، قامت الهيئة أخوي بالتعاون مع قطاع الإسكان بدراسة المخططات العامة للأراضي الحكومية والمزمع تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، وأيضا قامت الهيئة بإعداد الدراسات الأولية لتحديد نسبة الاستخدامات والاستعمالات التجارية وأيضا المساحات الخضراء وفق المعايير والاشتراطات التنظيمية للتعمير في المملكة بشكل عام. وهذه أيضا هو الذي يتماشى طبعا أخوي مع الطاقة الاستيعابية لشبكة البنية التحتية في المنطقة، حيث تتماشى هذه الاستخدامات يجب أن تكون مواكبة أيضا مع تطوير شبكة البنية التحتية في المنطقة نفسها اللي بيكون فيها التطوير. وأحب أن أنوه طول العمر هني أيضا أن يا أخي العزيز بأن مملكة البحرين تمتلك تجربة متميزة في مخططات مشاريع السكن للمواطنين، وهذا الأمر جلي وواضح للكل. أيضا استكمالا لهذه الجهود عملت الهيئة أيضا على تحديد مستوى الدراسة المرورية المطلوبة حق هذه المشاريع، واللي يتم بناء عليها أيضا تحديد عدد الأدوار والكثافة السكانية وعدد المواقف لضمان انسيابية الحركة المرورية، وذلك من أجل أيضا إدراج جميع هذه المعلومات في منصة الاستثمار الحكومي. نعم. لتكون طويل العمر متاحة أمام جميع الشركات أو شركات التطوير العقاري، واللي هي دورها أيضا تسهم في تنشيط حركة الاستثمار وبناء الأراضي. نعم. ومن أيضا يعني من يعني كذلك الله يخليك هو تسريع تنفيذ المشاريع التنموية للمواطنين على أرض المملكة من خلال بناء مجتمعات حضرية مثل ما تعرفون مكتملة الخدمات بما يوفر خدمات إسكانية متكاملة ومستدامة. طبعا كل هذه أخي العزيز يأتي تحقيقا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي بما يتماشى مع مبادئ وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. في النهاية أخي الحبيب أحب أن نشير إلى أن كل من قطاع الإسكان والتخطيط العمراني يكملان بعضهم البعض، وهما مرتبطتان بشكل وثيق خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية وتوفير المخططات في مختلف مناطق المملكة، وهو الأمر اللي عمرك اللي سوف يوفر أكيد مدن إسكانية نموذجية ومشاريع عقارية مطورة تنعكس بطبيعة الحال على القطاع مستقبلا ويخدم الاستثمار العقاري في مملكة. أكيد أكيد بلا شك. إذن سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط رئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، شكرا جزيلا لك.